شوف هذا الولد على حسب ما حكى أبوه قال 4 سنوات لم ينطق، حتى إنهم كانوا يأخذونه إلى العيادات النفسية من أجل أن ينطقوه، فلما نطق يا سيدي نطق بالقرآن الكريم. ما شاء الله، الله أكبر، الله يقول أكبر. أبوه علمه شيخه نصف القرآن أو ثلث القرآن، أما الباقي يقول إلى الآن لا نعلم كيف حفظ الباقي. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. ابني أريد أن أسألك سؤالا يا عبد الحق، ما هي السورة التي يذكر فيها الجمل كما قال الشيخ المعسراوي؟ سورة الأعراف. يا سلام على سورة الأعراف. هات الآية، شوف هات الآية. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حسبك. ما معنى الجمل؟ يعني الجمل أبو أذنين ما يدخل في الإبرة ولا كيف؟ الحبل الخشن. الله أكبر، الحبل الخشن، ما شاء الله، تصفيق عليه يا أولاد، ما شاء الله. ما رقم الصفحة في هذه السورة؟ رقم الصفحة كم هي؟ 155. الله أكبر، تصفيقة، ما شاء الله. ما عبد الحق، ما رأس الآية؟ ما رأس الصفحة؟ قال ادخلوا في أمم. أحسنت. الصفحة آخر الصفحة؟ آخر الصفحة؟ آخر الصفحة. تعملون. تعملون، نعم، الله أكبر، تصفيقة. شوف الآن الصفحة التي بعدها، الصفحة التي قبلها عفوا، ما رأسها؟ يا بني آدم. ما شاء، التي قبلها؟ قال. أحسنت. التي قبلها؟ قال. أحسنت. التي قبلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، ما شاء الله، التي قبلها؟ ما شاء الله، خلاص، ما شاء الله، ما شاء الله، حسبك. ففقط هذه الآية، مولانا اختر له آية. اختار أي آية من الآيات. والله خلقكم ثم يتوفاكم. من أي سورة هذه؟ النحل. نعم، النحل، أحسنت. الآية التي قبلها؟ ثم. نعم، التي قبلها؟ وأوحى. التي قبلها؟ ومن ثمرات. نعم، التي قبلها؟ وإن. الله، ما شاء الله، رقم الصفحة. الله أكبر، رقم الصفحة كم؟ ما شاء الله، آية من الآيات. لا أخذ رقم الصفحة. رقم، نعم، الصفحة. رقم الصفحة 274. نعم، ما شاء، صحيح، الله، الله أكبر، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. يعني نموذج متميز من تونس اليوم، من تونس. أنا يا أهل تونس، إن كنتم تستمعون إلي، يا أهل تونس، هذا عزكم وهذا فخركم. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. نعم، إذن عبد الحق كان متميزا فعلا بهذا العرض، وسيكون لنا إن شاء الله في البرايمات المقبلة بحول الله تعالى عرض آخر مع يوسف حنشي ومع عبد الحق.